شقيقة بخالص عبارات الشكر والتقدير لما لقيناه والوفد المرافق لي منذ حلولنا بهذه الأرض الطيبة من حسن وفادة وكرم ضيافة عهدناها دوما لدى أشقائنا الموريتانيين في هذا البلد الأصيل. كما أجدد تهانية لأخي معالي السيد محمد سالم ولد البشير بمناسبة نيله ثقة فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتعيينه على رأس الحكومة الموريتانية، وأسأل الله أن يوفقه في مهامه على أكمل وجه. كما أود أن أعرب عن بالغ سعادتي باجتماعنا اليوم في إطار لجنتنا المشتركة التي تمثل أحد أهم أطر التشاور والتعاون المشترك بين بلدينا الذين تجمعهما علاقات أخوية متميزة تستند إلى روابط التاريخ وحضارة ضاربة في القدم بين الشعبين الشقيقين، وإلى الإرادة السياسية الصادقة لقائدي وحكومتي البلدين وعزمهما الراسخ على مزيد تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المتضامنة والفاعلة. إن تونس التي تستكمل بثبات مختلف مسارات انتقالها الديمقراطي وتركيز مؤسساتها الدستورية الدائمة، وتعمل على استعادة عافيتها الاقتصادية ودحر التطرف والإرهاب، لعاقدة العزم على التأسيس لانطلاقة جديدة في علاقات التعاون مع موريتانيا الشقيقة من خلال العمل المشترك على تشبيك المصالح وتنويع علاقات التعاون وتوسيعها لتشمل مختلف الميادين والقطاعات الواعدة. وتتابع تونس باهتمام كبير ما حققته موريتانيا الشقيقة من نجاحات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والتي رسخت أمنا واستقرارا ونماء الشعب الموريتاني الشقيق وبوأت بلاده مكانة متميزة. معالي الأخ العزيز، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، إن اجتماعنا اليوم فرصة سانحة لتقييم واقع علاقات التعاون والاستعراض نتائج الدورة 18 للجنة المتابعة وما توصلت إليه من اقتراحات وتوصيات ومن اتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في عديد من المجالات. نأمل أن تمثل انطلاقة جديدة لمسيرة التعاون الثنائي. كما أن المناخ السياسي المتميز الذي يسود علاقاتنا والحركية الإيجابية التي تشهدها مسيرة التعاون الثنائي على مستوى التشاور والتنسيق والزيارات المتبادلة من كبار المسؤولين والمختصين من البلدين تقيم الدليل على الرغبة الصادقة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب. ومن هذا المنطلق فنحن مطالبون من أجل تحقيق ذلك بالحفاظ على دورية وانتظام مختلف أطر وآليات التعاون والالتزام بتنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في جميع المجالات على غرار قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والنقل والفلاحة والصيد البحري والصحة والبيئة. كما أننا مدعوون إلى العمل على الترفيع في حجم المبادلات التجارية التي تبقى دون ما يتوفر لدى بلدينا من إمكانيات. ونحن حريصون أيضا على أن يوقع بلدانا في أقرب الأجل الممكنة على اتفاقية منطقة التبادل الحر وبروتوكول تعريف مفهوم المنتجات التي لها صفة المنشأ وأساليب التعاون الإداري والملحق بها، لما يحدون من حرص مشترك على النهوض بالتعاون الاقتصادي وتوسيع حجمه وقاعدته. كما أننا نعتقد أن تحقيق هذا الهدف يرتبط ليس فقط بتعزيز الإطار التشريعي والقانوني المؤطر لعلاقاتنا الاقتصادية، بل يستلزم منا العمل على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالبلدين وأحكام استغلال الإمكانيات الواعدة التي تسخر بها أسواق البلدين في مختلف القطاعات والميادين، وخلق جيل جديد من المشاريع الاستثمارية وإيجاد حلول توافقية للإخلالات التي رافقت بعض التجارب السابقة، وأعني طبعا بها شركتي موريتانيا إيرويز وماتيل الاتصالات. ولا يسعنا إلا أن نثمن تنظيم منتدى اقتصادي بمناسبة اجتماعنا هذا اليوم والحضور الهام لمختلف الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين، وندعوهم إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك الذي لم يلتئم منذ سنة 2008 بما يساهم في تمتين الروابط بين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين وتكثيف الشراكة والمشاركة المتبادلة في التظاهرات الاقتصادية العامة والمتخصصة المقامة بالبلدين. وإذ ننوه بالحركية الإيجابية التي تشهدها قطاعات التعاون الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والصيد البحري، فإننا حريصون على مزيد دعمها وتعزيزها
وعلى توسيع علاقات التعاون إلى مختلف المجالات والميادين الأخرى، لا سيما منها الأمنية والعسكرية، خاصة في المرحلة الراهنة التي تتطلب منا مزيد أحكام التشاور والتنسيق لمجابهة التحديات الأمنية الماثلة وفي مقدمتها طبعا ظاهرة الإرهاب التي لم تعد أي دولة بمنأى عن مخاطرها وتهديداتها. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، إن طبيعة العلاقات الثنائية المتميزة ومتطلبات المرحلة الراهنة وما تحمله من تحديات انجسام تتطلب منا مواصلة العمل على تدعيم مسيرة اتحادنا المغاربي وتفعيل جميع مؤسساته باعتباره مشروعا حضريا استراتيجيا ومكسبا لكافة دول المنطقة وإطارا للتكامل والتضامن بين شعوبنا. إن ما تشهده المنطقة العربية من تفاقم للأزمات ومن جر عنها من تبعات خطيرة تفرض بلا شك تكثيف التشاور ومزيد التنسيق في المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل دعم مناعة بلدينا وتعزيز مقاومات الأمن والاستقرار والتنمية بمنطقتنا المغاربية والعربية عموما. وفي هذا الصدد وفي سياق مبادرة سيادة رئيس الجمهورية البيجي قائد سبسي حول ليبيا والتي أصبحت مبادرة ثلاثية بانضمام الشقيقتين الجزائر ومصر، فأننا نؤكد دعمنا لإيجاد حل توافقي بين كل الأطراف الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة وارتياحنا للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا في وضع خطة العمل من أجل ليبيا. ولا يفوتني طبعا أن أجدد دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استعداد حقوقه التاريخية المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة. كما نؤكد موقفنا الثابت الداعم لكل الجهود الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة في سوريا واليمن بما يضمن سيادة ووحدة وأمن واستقرار هذين البلدين الشقيقين. معالي الأخ محمد سالم البشير، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، أود في ختام كلمتي أن أجدد التعبير لأخي معالي الوزير الأول الحكومة الموريتانية عن خالص شكرنا لما لقيناه من كرم ضيافة وحسن وفادة، وأن أثمن عاليا جهود الخبراء وكبار المسؤولين من البلدين ومدى إسهامهم الفعل في إنجاح أشغال لجنتنا الكبرى المشتركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.